فضيلة الشيخ، يقول السائل: يخرج من دبري دم ويوسخ ملابسي، وإذا كنت في البيت أبدل الملابس، وإذا كنت خارج البيت أدعه رغم أنني عملت عملية ولكنه رجع، وأحيانا يصيبني وأحيانا ينزل علي وأحيانا لا ينزل. نعم، هذا نجس، وإذا نزل عليك يجب عليك غسله وغسل ما أصابه والوضوء، إعادة الوضوء، لأنه حدث ينقض الوضوء. الخارج من الدبر ينقض الوضوء أيا كان ينقض الوضوء الخارج من السبيلين. فعليك إذا خرج منك شيء أن تعتبر أن وضوءك قد انتقض، فتعيد الوضوء، تستنجي، تعيد الوضوء وتغسل ما أصابه الدم وتصلي، والله يعينك على هذا. نعم.